مازال كاين واحد البياسه اللي خطيره ها هي الاخوان نجبدالكم ونوريالكم. ندوزو دابا نتعرفوا على شنو عندنا في هذا الصاك. هذا اول حاجه الاخوان، ها شنو سولا مليح كي داير. هذا غالبا الاخوان يقدر يكون مقرا، انا ما كنفهمش هاد الامور هذه، ما كنبغيش نبحث فيها بزاف. الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورجعنا لكم فيديو جديد وسلعه جديده. اليوم الاخوان في هذا الفيديو هذا غنتعرفوا على هذا الكنيز هذا، بغيتوا تعرفوا التفاصيل كملوا الفيديو ونبداو على بركه الله. الاخوان اول حاجه اللي هما هاد جوج تحف نادره الاخوان، هاد جوج بياسات هادو، شوفوا تبارك الله على مليح كيفاش داير. هادو جوج ديال الشماعات كي يعني على ما فهمت انايا هادو يهوديات في الاصل، هادشي اللي قالوا لي والله اعلم، ما عرفتش انا التفاصيل ديالهم، ما كنفهمش فيهم بزاف. شوفوا الاخوان الديكور ديالهم كيفاش داير، هادو تحف اللي قدام بزاف. بالنسبه لهادي راه طايره لها هاد البياسه هادي، بالنسبه لهادي الاخوان ها بلاصتها كتسود هنايا، خاصها تسود هنايا، المهم ما عليناش ردوها هنايا نخليوها باش ما تلفش. شوفوا الديكور الاخوان ديالهم تبارك الله كيفاش داير، شوفوا الفينيسيو ديال الخدمه كيفاش دايره، اللهم بارك المليح ديال المليح الاخوان. نخليوهم فهاد القنيس هذا ونزيدو نتعرفوا على شنو كاين اخر. وعندنا كيف ما كتشوفوا الاخوان هاد الصينيه هادي الاخوان اللي مشلله بالفضه، شوفوا تبارك الله على الصينيه قداش المليح ديال المليح. ها نتوما الاخوان حتى من هنايا بالرجيلات ديالها بكل شيء نحطوها هكا حتى نستفوا فيها سليعه. وندوزو دابا نتعرفوا على شنو عندنا في هاد الصاك هذا. هذا اول حاجه الاخوان، ها شنو شوفوا هاد البريريد هذا تبارك الله، اللهم بارك قداش بريريد اللي ناضي تبارك الله، تحفه من التحف القديمه. هذا الاخوان كامل راه تقريبا النحاس الاحمر، والنحاس الاحمر راه معروف من النحاس داير الثمن ويعني مفقود، ماشي داك النحاس اللي ولا جديد دابا. ها نتوما شوفوا التوشيه هذه، هذه كتبان بحال ديال الفضه. عندنا هذا المقيلات هذا الاخوان، هذه خلاص كتعلق، هذه واحد البياسه اللي كتعلق. وكاينين هاد المقيلات هادو بجوج ديال النحاس، ها نتوما الاخوان هادو جوج ديال المقيلات ديال النحاس. عندنا هاد العيبه هادي حتى هي كتعلق بحال هكا، راه بحالها بحال هادي. وكاينه هاد التويشيه هادي الاخوان، هادي غالبا تقدر تكون مقرا، لان على الشكل ديالها في شكل ها هي مطبوعه هنايا فيها سيلفر بلاتيد، ما عرفتش شنو هي سيلفر بلاتيد، خليوها هنايا. وكاينه هاد الكويس هذا، شوف الكويس كيفاش داير تبارك الله، اللهم بارك المليح. وهاد البياسه هادي، شوف البياسه كيفاش دايره الاخوان، هادي ما عرفتش لا ماتير من الناس مصنوعه. عندنا هاد اللعيبات هادو، شوفوا هاد هادي بحال الشكل ديال الكسرونه وهي ديال النحاس. وكاينه هاد اللعيبه هادي، هذا شوفوا تبارك الله، هذا الاخوان اللون ديال النقره، شوفوا تبارك الله، اجي تشوف هانت شوف مليح كي داير. هذا غالبا الاخوان يقدر يكون مقرا، انا ما كنفهمش هاد الامور هادي، ما كنبغيش نبحث فيها بزاف. المهم خليه اللي كان، الله يسخر اللي داه الله يسهل عليه. عندنا الاخوان هاد اللعيبه هادي بحال الطبيصيل. وكاينين دابا البياسات الكبار، شوفوا هاد السطيله هادي تبارك الله شحال قديمه هادي. هذا هو باش قلت لكم كنز الاخوان، لان راه فيه التحف تبارك الله، اللهم بارك فيه كامل هنايا، غير بياس اللي قديم. شوفوا لي على ديكور كي داير ديال النحاس، هذا كيتحط بحال هكا، شوفوا الطبيصيل عاوتاني، الطبيصيل ناضي ديال النحاس. نتوما الاخوان راه كاين المليح تبارك الله، شوفوا هاد اللعيبات هادو ميزاريات كيتعلقوا، راه عندهم العلاقه ديالهم هي ثقالين هادو. وعندنا هاد الفلاطويات هادو، نحاول نوريكم، شوف هاد المرايه هادي على شكل سميتها كتجي بحال هكا. عندنا هاد البلاطو هذا حتى هو نحاس، كاين كذلك هاد البلاطو هذا. وكاينه هاد اللعيبه هادي عامره بالتوشيات، هانتوما هادي ميزهريه الاخوان ديال النحاس، وراه عامره بالداخل هاد التواشي. ها هي واحد اللعيبه بحال هذاك اللي دوزنا قبيله، هاد الكويس هذا. وكاينه هاد ديال يمكن كيديروا فيها السكر، دايره بحال شكل البريريد. كاينه هادو، وكاين هاد البريريد هذا الاخوان، هذا راه بحالو بحال هذا، كاين هاد الصغير وهاد الكبير. وهاد اللعيبه هادي خلاص ما عرفتش واش نحاس ولا شنو هي. وكاينه هاد المزهريه الكبيره الاخوان، شوفوا تبارك الله قداش، اللهم بارك المليح هذا الاخوان. نزيدو نتعرفو، هذا غير الصاك الاول. وعندنا التسويق هذا الاخوان، ها نتوما شنو فيه، شوفوا هاد الغلاي هذا
كيفاش داير تبارك الله ديال النحاس، ما عرفتش واش عنده المطايا ديالو ولا ما عندوش، نخليوه هنا حتى نقلبو. ها نتوما الاخوان شوفوا هاد الميزاريه هادي، هما كاينين دابا ثلاثه ديال الميزاريات ديال النحاس، شي حاجه كبيره تبارك الله والمليح. شوفوا الاخوان على الديكور في هادو كيفاش داير، هادو ما عرفتش هادي شنو هي، شوفوا هاد الديكور هذا كي داير، وشوفوا هادي كي دايره كتركب بحال هكا، سبحان الله شوف لا ديكور كيفاش داير تبارك الله اللهم بارك. هاد لا ماتير هادي الاخوان ها هي بليتراتو ها هي، ها نتوما الاخوان ها كيفاش مكتوبه، ما عرفتش هاد لا ماتير هادي شنو هي بالضبط، والله اعلم واش هذا نحاس ولا فضه ولا الله اعلم الاخوان. نزيدو نتعرفوا على شنو كاين اخر عندنا. هاد اللعيبه هادي حتى هي ديال النحاس، وهاد النحاس كامل كما قلت لكم الاخوان في بدايه الفيديو، هادشي هذا راه كامل نحاس قديم ماشي من نحاس جديد. كاينه هاد التويشيه هادي الاخوان شوفوا كيفاش دايره، وعندنا هاد اللعيبات هادو اللي كيتعلقوا في الحيط، كاين هذا بعدا شوف الشكل فيه كيفاش داير، شوف الرسمه اللي فيه كي داير، هذا اقل حاجه غتكون فيه كيلو، هذا في الثقل ديالو غتكون فيه واحد الكيلو تقريبا. كاين هادو ها هما هادو مزوقين الاخوان، درت ما قدامو هذا تحيدات ثلاثه الزواقه مابقاتش فيه باينه مزيان، وكاين هاد الصينيه هادي ها هي تبارك الله اللهم بارك، السلعه ناضيه تبارك الله. وعندنا هذا حتى هو كيتعلق، هذا غالبا راه كانت فيه شي رسمه ومع كثره الوقت اللي داز مسحات له الاخوان هاد الرسمه هادي اللي فيه. دابا نزيدو نتعرفو على شنو مازال اخر عندنا الاخوان، دابا هاد السويك هذا العجيب نزيدو نتعرفو على شنو كاين فيه. هانتوما الاخوان شوفو تبارك الله الميزاريات كيفاش دايرين، شوفو بعدا الديكور ديالهم كيفاش مصاوبين وكيفاش مرسومين، داكشي تبارك الله اللهم بارك المليح، هادشي هذا كله راه مصاوب باليد الاخوان وكياس اللي قديم اللهم بارك. كاينه هادي ميزاريه شوف الديكور ديالها الرجيلات اللي دايرين لها كيفاش دايرين تبارك الله اللهم بارك مليح. وعندنا هذه كذلك هاد السطيلاشو كبيره بيس تبارك الله مليح وكبير هادشي هذا، والتقل ثقيل. هذه عاوتاني كيفاش دايره، نفس الخدمه اللي كاينه في هذه كاينه حتى في هذه، شوف النحاس كيفاش داير تبارك الله. وباش واحد القضيه بغيت نقولها لكم الاخوان، هاد السلعه هذه راه ما مغسوله ما منطويه ما والو، لان علاش بغيت نخليها هكا كيف ما هي قديمه تبقى قديمه، لان القيمه ديال النحاس كل ما قدم كل ما كتزاد القيمه ديالو، اما الا بغيتي تغسل هادشي هذا راه يتغسل يولي جديد، ولكن من الاحسن كيبقى هكا قديم لان القيمه ديالو هو قديم حسن ما يكون جديد. ها نتوما شوف هاد اللعيبه هادي ما عرفتهاش لمن كانت كتصلح، ما عرفتش بالضبط شنو كانوا كيديروا فيها الاخوان. وهنا الاخوان شوفوا تبارك الله اللهم بارك، هاد البريق هذا قداش والثقل اللي فيه تبارك الله، هذا بريق بلاندي غتكون فيه واحد تقريبا واحد 2 كيلو هذا الاخوان في العبار ديالو. ومازال كاين واحد البياسه اللي خطيره، ها هي الاخوان نجبدها لكم ونوريها لكم البياسه، شوفوا هذا الكاس ديال النحاس تبارك الله ثقيل، شوفوا هذا الرسومات اللي فيه كيفاش دايرين. المهم الناس ديال هذا الشيء هذا النحاس والناس اللي كيفهموا في هذا الشيء راه غيشوفوا هذه السلعه غيعرفوا يعني البلان ديالها كيفاش. الثانيه عندنا هاد التويشيه هذه بحال الميزاريه ولا ديال الشمع، كاينه هاد اللعيبه هادي الاخوان حتى هي نفس لا ماتير مناش مصنوعه هادي بحال هاد الشكل هذا، ها هي عاد هادي اللي جبدنا قبيله الاخوان راه ديال هادي، ها نتوما هادي راه كتركب هنايا، ها نتوما راه غير تعوجات شويه خاصها طيح بلاصتها، هاي ها نتوما الاخوان عاد فهمت البلان ديالها كيفاش. وعندنا هاد المهرز ديال العود، شحال من واحد كيقلب على المهرز بحال هادو اللي مابقاوش كيدورو تقريبا، شوفوا تبارك الله كيفاش داير بالدقاقه ديالو بكل شيء. ونزيدو نتعرفوا على شنو كاين اخر، بقات لنا هنايا هاد المغرفه هادي الاخوان، هادي المغرفه ديال النحاس، هادي الناس القدام اللي غيعرفوا هاد المغرفه هادي شنو كان الدور ديالها، نخليوها هنايا وندوزو نتعرفوا على شنو كاين اخر. كما كتشوفوا الاخوان بخلنا هاد الصاك هذا عامر بالبياس رقيق ديال النحاس، وبقاو لنا هاد جوج لعيبات هادو. هادي الاخوان شوفوا الديكور اللي فيها من الداخل راه كانوا غالبا كانوا فيها شي رسومات ولا شي حاجه، ومع الوقت ما هانتوما الشوم مابقاش كيبانو، ولكن راه ثقيله تبارك الله. وكذلك كاين هاد السطيله هادي ولا شنو هي هادي حتى هي يمكن واش كتعلق ولا شي حاجه، هما هي الخرصه ديالها وبلانديه تبارك الله راه كبيره. دابا نزيدو نكملو هنا شنو كاين، هنا بقاو لنا هادو ديال الشمع، هادو راه فيهم العادات،
هانتوما شوف الديكور ديالهم كيفاش داير، راه ديكور واحد هادو، كاينين هادو ديال الفضة، ها هما الإخوان، وكاينين هادوك ديال النحاس، ها هما، هادو ديال النحاس راهم كتارين تبارك الله، هانتو شحال من وحدة، كاين منهم العدد بزاف، شوفوا هادي عاوتاني الفضة كيفاش دايرة الإخوان، ناضية تبارك الله اللهم بارك. ونزيدو نكملو هانتوما تا هادي حتى هي ديال الفضة، هادو هنايا أغلبية تويشيات الرقاق، كاينة هادي ديال الشمع، وكاينين هاد جوج كويسات هادو، لاماتيير مناش مصنوعين بحالهم بحال هاد لاماتيير ديال هاد البياسات هادو، شوفو الإخوان هاد التويشية هادي تبارك الله التحفة هادي كيفاش دايرة، راه تحفة نادرة الإخوان، شوفو تبارك الله هادي فراقة، يمكن الإخوان ديال الفضة ولا معرفتش لاماتيير مناش مصنوعة، نديروها هنايا، وكاين هاد اللعيبات هادو، شوف هادي عاوتاني كيفاش دايرة تبارك الله، هادي وقيلا كيعلقو فيها واش السيلويات ولا شي حاجة، مازال كاين الخير، شوفو هاد الشماعة هادي كيفاش دايرة، شوف راه ديكور فيها، المليح تبارك الله هاد السلعة هادي الإخوان راه سلعة ديال الهبة، شوفو هاد هاهي هاد الحسكة هادي كيفاش دايرة الإخوان، هادي حسكة يمكن الإخوان ديال الفضة، شوفو الديكور ديالها وشوفو الكحولية اللي فيها، هانتوما. الناس اللي كتفهم في هادشي هذا تفيدنا واش هادي فضه ولا ماشي فضه، هانتوما شو لا ديكور فيها كيفاش داير. المهم الاخوان انا اللي دا هاد السلعه هادي الله يسهل عليه، تكون فضه ولا تكون ذهب ولا تكون نقره تكون اللي بغات، ما عندناش مشكل. هانتوما شو لا ديكورات هاد الساك هذا راه فيه العجب تبارك الله اللهم بارك، شو هادي كيفاش داير هانتوما المليح. كاينه هاد اللعيبه هادي على شكل تصويره كتعلق، ومازال كاين الخير. كاينة هاد المزهرية ولا هاد بحال الإبريق، كاينة هادي حتى هي بحال الأخرى ولكن راه ديجا مهرسة، هادي راه بحال ديك المزهرية اللي وريتكم قبيلة، هاديك ديال الشماعة وهي مهرسة، كاينة هادي ها هي، مازال كاين ديكورات زوينين هانتوما بحال هادي، هاد اللعيبة هادي ديال سميتو. هادي بحال كي تدخلوا لها حتى هي فيها بلاصه الخيط كتركب لها من هنايا فيوزه هادي الاخوان، تقريبا الاخوان هادشي اللي بان لي كاين هنايا، هادو بقاو غير واحد اللعيبات، هادو الصارات ديال الليمون قدامين، هانتوما شوف الديكور ديالهم، كاينه هادي وكاينه هادي، هادو هما جوج ديال الصارات ديال الليمون اللي قدام، كما شفتوا الاخوان هادي هي السلعه ديال اليوم وهادي هي البركه ديال اليوم، المليحه الاخوان ديال السلعه اللهم بارك، سلعة يعني ديال العشاقة، سلعة عندها موالي هاد السلعة هادي، تحياتي لكم، شكرا لكم، كان معكم خوكم كريم، نتشوفو فيديو جديد ان شاء الله.